ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين حتى بتعبنا في البذل. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، سعيدة جدا بلقائكم على قناتكم الحقيقة الفضائية من خلال برنامج ولا تيأسوا، البرنامج اللي كيحمل فتيات ورسائل يعني مهمة جدا أسماها وأولاها عدم اليأس من الحياة. هذا الرسالة اللي كنحاول نبثوا في نفوس المشاهدين الكرام اللي كيعانيوا من أمراض مختلفة. الحمد لله يعني الله عز وجل أنزل لكل داء دواء، وفضل الله عز وجل الحمد لله العديد من الحالات اللي كيزوروا مركزنا مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية كانت نتيجة طيبة جدا الحمد لله، فضل الله عز وجل وفضل منتجاتنا مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية. مروا معنا في حلقات عديدة أمراض مختلفة ومتنوعة، ومن بين هذه الأمراض مرض القولون العصبي اللي كيعاني منه فئة كبيرة في مجتمعنا واللي كينتشر بشكل كبير في المجتمع الراهن، فئة الشباب هي يعني الفئة التي تعاني من هذا المرض، ولكن الحمد لله يعني فضل الله عز وجل هناك شفاء لكل داء. مرض القولون معروف أيضا بالتداعيات ديالو النفسية وأيضا الجسدية، الأعراض ديالو المختلفة اللي كتختلف من شخص إلى آخر، ولكن تبقى أساسيتها عبارة يعني عن نوبات متكررة من الاضطراب والقلق. هذا الاضطراب والقلق يمكن يتطور ويصبح عبارة عن خوف، حتى أيضا خوف من الموت، بالإضافة يعني إلى النبض اللي كيكون على مستوى البطن اللي كيعاني منه الشخص المصاب بشكل يومي. اليوم معنا السيدة خديجة حلوان كانت كتعاني من جل هذه الأعراض اللي سبق وذكرت، والحمد لله يعني بعد ما اكتشفت مركز دكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية الحالة ديالها في تحسن، والحمد لله تخلصت من مجمل الأعراض. كانت كتعاني أيضا من ألم على مستوى المفاصل، بالإضافة يعني إلى أعراض ثانوية أخرى، وهي اليوم معنا باش تحكي لكم عن التجربة ديالها من المرض إلى العلاج ثم إلى الشفاء بفضل الله عز وجل وفضل منتجاتنا من مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية اللي كنأكد أنها عبارة عن منتجات طبيعية 100% زيوت عسل بالإضافة إلى أعشاب. فتابعوا معنا حلقة اليوم. انا ام ايمان كنسكن في كازا، انا كنعاني من مرض القولون العصبي مده ديال عامين هذه، وانا كنعاني كنغير نمشي جوج خطوات كنجلس، ما خليت حتى طبيب باش كنمشي لعندو كندوس، يقولوا لي يمكن الغضروف يمكن تقل ديال الوزن، وشحال وانا كنعاني من عام هذا وانا كنمشي من طبيب لطبيب والو. والحمد لله والشكر لله، واحد النهار وانا نشوف القناة الحقيقة وشفت الناس مساكن شحال من واحد شافع على هاد الأعشاب ديال السي الهاشمي، وانا نضطر باش نجي لعندو. والحمد لله والشكر لله، ملي بديت واحد غير في الجرعة الاولى الحمد لله ربي جاب الشفاء، ما نكذبو على الله ربي شاهد علينا. صافي هذيك قلت نحبس الحمد لله، وبقيت كنشرب غير في هذه الاعشاب الطبيعيه والحمد لله ربي نزل لي الشفاء. القولون العصبي والمفاصل، كنت ما كنقدرش نمشي، عندي الالم في الظهر ديالي ما كنقدرش نتمشى بزاف، غير جوج خطوات خصني نجلس عاد نوض نمشي، والحمد لله ربي كبير. بقيت كان من طبيب لطبيب الحمد لله، مني وصلت لهذا قلت نمشي عند الشيخ الهاشمي نجرب الأعشاب، وربي ملي بغى يجيب الشفاء على أبسط حاجة الحمد لله. تبعت هاد الأعشاب هذا وربي جاب الشفاء الحمد لله والشكر لله، ما كان والو بدون نتيجة ما نكذب على الله. خديت ما هو طبيب ما هو جوج، ملي كنمشي عندو كيقول لي يمكن غير الغضروف غير الثقل غير الوزن، وكنحس بالألم مثلا ربي اللي مطالع بيا بداك الألم اللي كنحس بيه. مني الحمد لله قلت غنجرب حدي وربي كبير الحمد لله، مشيت للمقر ديال الهاشمي واستقبلتني واحد الشابه تبارك الله عليها الله يجزاها بالخير، وصافي وخديت الوصفات وتبعتهم والحمد لله ربي كبير الحمد لله والشكر لله. اي تبعت العسل والاعشاب عندي ثلاثه في النهار، كناخذ معلقه ندير في كويس عندي هذا تبعتهم والحمد لله والشكر لله،
الله يجازي الشيخ الهاشمي والله يكثر من تالو، تنطلبوا ليه الصحة والسلامة والعافية الله ينصره. هاد المويه كناخذ منها كاس من الصباح للصباح، هاد العسل تا هو معلقة، كناخذ ثلاثة في النهار، الأعشاب تا هما ثلاثة في النهار، كنغلي مويها وكنشرب ثلاثة في النهار، والدهون تنخليهم حتى الليل مع الرقية. والحمد لله، الحمد لله والشكر لله، الله يجازيه الشيخ الهاشمي والله يكثر من تالو والله يخليه لينا.